مثل السيارة مفخخة على أخذ طريق الكنعان السياحي وهدى مقتل اثنين من الحرس الوطني وواحد جريح. بعد أن انتهت المعركة ودخلت القوات إلى البيت وجدت كان بقى ثلاثة أصيبوا بجروح كانوا أحياء، أحدهم فقط جرحى خطير، اثنين جروحهم اعتيادية، وكان من المقتولين أربع أشخاص تبين فيما بعد. طبعا الاثنين اللي قتلوا اثنين جناسيهم سورية، واحد أردني، واحد جزائري، الثلاثة اللي صوبوا اثنين سعوديين وشخص مغربي. لكن أيضا كانت جثة ثامنة، كانت هناك جثة لشخص مربوط على قنينة غاز، وأخذ وقت للتحري عن هذه الجثة اللي على الأكثر أن سبب الوفاة بسبب الانفجار اللي حصل وقطع الكونكريت تناثرت. بعد التحري تبين أن الذي قتل أو استشهد المرحوم هو المحافظ، تم التأكد من ذلك وإيصال الخبر طبعا إلى أهله واستلموا الجثة.